خلينا بقى نروح للكره الاوروبيه نهاوند. امبارح كان في اكثر من مباراه المحترفين في اوروبا، من ضمنهم محمد صلاح اللي لعب فريقه ليفربول امام توتنهام وطرد منه 2 لعيبه من الريدز، طبعا جوناس واللاعب ديجو جوتا، وخرج صلاح وفريقه متعادل 1-1، والماتش انتهى طبعا انتهى بفوز توتنهام 2-1 بهدف ذاتي من ماتيب في الثواني الاخيره، يعني احرز هدف في مرماه عشان تشتعل المنافسه اكثر على الصداره. الان المان سيتي متصدر ب 18 نقطه، توتنهام وارسنال ب 17 نقطه، ثم ليفربول ب 16 نقطه. تريزيجيه بالنسبه لتريزيجيه وشارك في مباراه فريقه ترابزون سبورت اللي حقق الفوز صعب على ضيفه فريق بنديك سبور بهدفين مقابل هدف في الدوري التركي. عمر مرموش خسر فريقه انتراخت فرانكفورت امام مضيفه فولفسبورج بنتيجه 2-0 في الدوري الالماني. بص ماتشات ساخنه يعني ولعب حلو من كمان بداية الموسم عندهم، وحاجات دايما مش متوقعة، يعني تلاقي موسم مثلا أرسنال محقق شغل رائع من البداية، بعد كده الفينال بتاعه وحش، بعد كده تلاقي مثلا مان سيتي متألق جدا بس في ماتشات للأسف مش دي النتائج اللي انت بتبقى عايزة، ففي متعة حقيقية كمان عندهم. فيعني أنا بشوف اللي بيتابع بيستمتع فعلا.